أنا الدكتور عبد الله السمهوري، خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. تخرجت من الجامعة وبعدها أنا كملت حصلت على مقعد اختصاص في نفس الجامعة العلوم والتكنولوجيا، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين. بوجه رسالة شكر بداية لوالدي رحمة الله عليه، يعني هو ساب بصمة كبيرة وساب أثر كبير يعني في والدتي طبعا وعائلتي كاملة، نشكرهم وأساتذتي في الجامعة يعني ما قصروا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور عبدالله السمهوري. بداية يسعد مساك. أهلا، يسعد مساكم. كل أجزاء طبعا في البداية، حضرتك طب وجراحة فم والأسنان، وطبعا حضرتك حاليا عم تعمل اختصاص بتقويم الأسنان والفكين. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الدكتور عبدالله السمهوري، خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. تخرجت من الجامعة وبعدها أنا كملت حصلت على مقعد اختصاص في نفس الجامعة العلوم والتكنولوجيا، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين، والآن ماشيين بالاختصاص وعندي عيادتي الخاصة متواجد فيها الآن. بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر، إيش هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ يعني هو بشكل عام سر النجاح مش كطبيب أسنان، يعني بأي مجال، يعني سر النجاح لازم يكون في التزام، لازم يكون في انضباط في العمل، لازم يكون في شغف وحب للي بتعمله. يعني أنا يعني الشباب كثير من أجيالنا يعني والشباب الصغار بسألوني مثلا شو ندرس شو كذا، فبشكل عام لما أجي أنصحهم بقول له أنت يعني يكون عندك شغف اللي بتعمله، لأنه الآن يعني بتعرفي أنت الوضع، أن الأعداد الخريجين بكافة المجالات زادت، اللي بيقدر يظهر واللي بيقدر يطلع هو المتميز والمنضبط، واللي بيقدر يعني يكون عنده استمرارية ويكون عنده التزام بشغله. يعني فاهم علي كيف؟ بس شو هي أصلاً أهم الخدمات اللي أنت عم تقدمها هون عندك بالعيادة؟ هسا هون عندنا بالعيادة نقدم كافة خدمات طب الأسنان والخدمات التجميلية، علاج العصب، الخلع الجراحي، التركيبات الثابتة والمتحركة، وتقويم الأسنان والفكين طبعاً. موجود عندنا دكاترة من كافة الاختصاصات يعني بتعاونوا معنا، بالإضافة للخدمات يعني اللثة وكذلك يعني خدمات طب الأسنان بشكل عام. نعم، بس احكي لي شوي أو نحكي عن الناس اللي بيكونوا هم بحاجة أصلا تقويم أسنان وبيروحوا يلجأوا لتجميل الأسنان عشان يعني خلص بسرعة، مش إنه التقويم بياخد وقت أو أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة، فبيروحوا لتجميل الأسنان، فأنت كطبيب أسنان إيش بتحب تحكي لهم؟ هسا بالضبط يعني هسا الخيار، إحنا بننصح المريض بعدة طرق العلاج حسب الحالة طبعا. في حالات ممكن يكون مريض مخير فيها بين التركيبات والتقويم، في حالات لا تصلح إلا للتقويم. تقويم الأسنان بشكل عام يعني بأخذ فترات في العلاج، يعني مش شغلته جلستين أو ثلاث. يعني المعروف عن تقويم الأسنان أنه بأخذ فترة طويلة بالعلاج، ففي مرضى بفضلوا يختصروا الوقت، ولكن ذلك في بعض الحالات يعني بيكون الخيار هذا مش سليم، لأنه التركيبات يعني بتتطلب بدك تحف من الأسنان، بدك تركب عليها. في بعض الحالات يعني بتزبط بكون بين بينين يعني كتقويم أو كتركيبات، وفي حالات لا تصلح إلا التقويم. بظل أنك تحافظ على بنية الأسنان الطبيعية هي الخيار الأفضل طبعا لأغلب الحالات، حتى لو تطلبت مزيد من الوقت غير عن الاختصاصات الثانية. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ يعني أكيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، نشكره على دعمه للشباب، ودائما هو متواجد في عدة المجالات
ودائما كلام موجه للطبقة اللي إلنا كشباب يعني، وبيشجعنا على النهوض والاستمرارية حتى نرفع راية أردننا يعني. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمن بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه رسالة شكر بداية لوالدي رحمة الله عليه، يعني هو ساب بصمة كبيرة وساب أثر كبير يعني في والدتي طبعا وعائلتي كاملة، بنشكرهم وأساتذتي في الجامعة يعني ما قصروا معنا، هاي هي يعني نشكرهم على وقوفهم جنبنا وعلى الأثر الطيب اللي تركوه فينا خلال مراحل حياتنا. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين الموقع تاع العيادة وطرق التواصل معكم؟ موقعنا في الزرقاء الجديدة شارع 36 مقابل حلويات سهل الأخضر. التواصل موجودة، أرقام التواصل موجودة صفحاتنا على صفحات التواصل الاجتماعي، بيقدروا يتواصلوا معنا بأي وسيلة كانت وإحنا بنرتب لهم كافة الأمور إن شاء الله. شكرا لك. أهلاً. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أود أن أشكر الدكتور عبد الله السمهوري على حسن استضافته لنا وعلى أمل لقائي بكم مجددا وارتاحتنا. شكرا لك. يعطيك العافية، شكرا لك. كل الصحة.